لماذا دائما يتكلمون عن الأسرع؟ وما قصة الصاروخ الأسرع هذه الأيام؟ هل الصاروخ الأسرع يعني فقط لأنه يعني الأسرع أم لأنه يسرع؟ وهل بتنا اليوم في زمن الصاروخ والصاروخ الآخر أم الصاروخ في الاتجاه المعاكس؟ ويا ترى ما هو أسرع صاروخ في العالم؟ هل هو الصاروخ الأمريكي أم الصاروخ الإيراني؟ ولهذا الغرض ننتقل معكم مباشرة إلى إيران مع الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الإيرانية السيد مهند خدادة آطفي. السيد آطفي، بداية مساء الخير. حالي چطور است آقا؟ حالي خوبي؟ الحمد لله خوبي. سلوات نحن نشكركم ونشكر هذه المحطة على استقبالنا لنشرح عن هذا الصاروخ، ونشكر جميع المشاهدين في أقطار العالم ومشارق العالم ومغاربها. نعم، ولكن يا سيد أطفي، يعني عجبا يا سيدي، اعتبر صاروخكم الأسرع في العالم ولكنكم أنتم عكس الصاروخ الأبطأ في الكلام. هذا صحيح أننا نحن الأبطأ، لأن هذا دليل على طولة بالنا تجاه الأعداء وعلى صبرنا وتحلينا بالصبر والصبر تجاه الأعداء. وإذا لم يكن بالنا بهذا الطول لم يصنع عندنا صاروخ بهذا الطول والآن. نعم، ولكن يا سيد أطفي، هل ممكن أن تشرح لنا لو سمحت ما هي سرعة هذا الصاروخ؟ فالواقع إن سرعة هذا الصاروخ إنها تفوق الحد وأكثر من ما تتصور، فإن هذا الصاروخ سرعته سريعة جدا، فإنه يصيب الهدف قبل أن ينطلق. ولكن كيف هذا مثلا؟ في الواقع إننا نبعث هذا الصاروخ لمسامع ومشاهد الأعداء كي يشاهدوننا. كيف نبعث هذا الصاروخ بهذه السرعة وما هي إلا رسالة صاروخية نبثها ونبعثها إلى الأعداء المستكبرين المتغطرسين الصهاينة؟ نعم، ولكن يا سيد أطفي، ألا تخشون من الأمريكيين من أن يقوموا بصناعة صاروخ مضاد لصاروخكم مثلا؟ نعم، في الواقع لا أعتقد أن الأمريكان يقدرون على صناعة صاروخ بالاتجاه المعاكس. نعم، لأنهم في الواقع لم يرون الصاروخ عند الانطلاق، بل شاهدوه عند الانفجار فقط. طب هل ممكن أن تشرح لنا أكثر يا سيد أطفي؟ في الواقع الأول حست الكاميرا أنها لم تلحظ تصوير الانطلاق، بل إنها لحظت تصوير الانفجار فقط. نعم، كلمة صاروخية، عفوا، كلمة أخيرة سيد أطفي. بالواقع نحن نريد أن نبث هذه الرسالة الصاروخية إلى الأعداء، وإننا نعتبر هذا الصاروخ إنه عدة صواريخ بصاروخ واحد، وإننا نعتبره أيضا إنه صاروخ العصر. نعم، كنا معكم أعزائي المشاهدين مباشرة من إيران، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الإيرانية السيد مهند خدادة آطفي الأبطأ وصاروخه الأسرع. شكرا جزيلا لك. منا صميه ضايا كل شيء له شيء لبنان بيمشي.